سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. نجتمع اليوم في هذا الحفل من أجل تكريم شخصيات عملت بكل حب وإخلاص في خدمة الوطن، شخصيات أدت يمينا لتحمل اسم دولة الإمارات على عاتقها ومثلتها في أهم المحافل الدولية، شخصيات حملت رسالة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، شخصيات اغتربت عن أرض الوطن وعملت بجهد في كافة الظروف والأوقات لمصلحة الوطن والمواطن. شكرا لعطائكم، شكرا لجهودكم، شكرا لكل ما قدمتموه للدبلوماسية الإماراتية ولوطننا الغالي الإمارات. يسرنا دعوة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى منصة التكريم لتسليم موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي المتقاعدين وسام الخدمة الدبلوماسية. معالي علي سالم الكعبي، سعادة عبيد سالم الزعابي، كما منح صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وسام الاستقلال من الطبقة الأولى لسعادته. سعادة سعيد محمد الشامسي، سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري، سعادة جمعة مبارك الجنيدي، سعيد علي النويس، سعادة عبد الرضا عبد الله فوري، سعادة عبد الله محمد المعينة، سعادة محمد عمر بلفقيه، سعادة محمد أحمد القبيسي، سعادة معضد حارب الخيالي،
سعادة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي. سعادة عبد الوهاب ناصر النجار. سعادة الدكتور يوسف عيسى الصابري. سعادة ارحمها حسين الزعابي. سعادة عيسى عبد الله النعيمي. سعادة إبراهيم محمد المنصوري. سعادة أحمد محمد الطنيجي. سعادة أحمد ناصر الخاجة. سعادة عبد الحميد عبد الفتاح الملا. سعادة محمد علي الشامسي. سعادة سهيل مطر هذا الكتبي. سعادة الدكتور أحمد عبد الله بن سعيد المطروشي. سعادة خالد إبراهيم القحطاني. سعادة خالد عمران العامري. سعادة سلطان محمد المري. سعادة خليفة يوسف الزعابي.
سعادة عبد الله عبد الرحمن الطنيجي. علي سعد فهد العميرة. وليد مراد درويش الرئيسي. راشد عبيد سيف السويدي. سالم حاذا الكتبي. علي سعيد حميد السعيدي. قبيلة عبد الله حسين الكعبي. محمد عسكر علي النقيب. راشد محمد ناصر الميل. عباس محمد عباس عبد الله الفهيم. علي محمد هلال عبيد الطنيجي. علي سليمان محمد إبراهيم الحمادي. حميد حمدان عبد الله يعقوب الزعابي. عبد الحكيم ثامر جمعة الضريف الشامسي. صفية عبد الله محمد الجنيبي.
فاطمة سعيد حمد العري السويدي. فايزة أحمد صالح الحوسني. سعادة محمد مير الرئيسي ينوب عنه ابنه محمد الرئيسي. سعادة صقر ناصر الرئيسي ينوب عنه ابنه ناصر صقر ناصر الرئيسي. علي خليل خالد المريخي ينوب عنه خليل المريخي. المرحوم حسن عبد الله العظم سيستلم الوسام ابن أخته خالد جاسم الدوخي. المرحومة رنا علي عبد الله الظاهري سيستلم الوسام أخاها محمد الظاهري.